احنا النهارده حظنا حلو قوي ان احنا عندنا 8 قطع لهند رستم، وموجود هنا معانا في دبي 3 قطع لهند رستم موجودين عندنا في المكتب في دبي في الدي اي اف سي معروضين، وهينزلوا في مزاد عام من اكتوبر 28 لنوفمبر 11 في جنيف. والراحلة هند رستم اللي لقبت بمارلين مونرو الشرق الأوسط كانت شغوفة بالمجوهرات وعرفت بمشاركتها الدائمة بالمزادات بحثا عن أحجارها الكريمة المفضلة اللي من بينها الياقوت والماس. في قطعة أغلى قطعة اللي هي البريسلت الغويشة تتراوح ما بين 20-28 ألف دولار. بعدين عندنا الحلق اللي هو من المصمم الأمريكي ديفيد ويب، من هو أهم المصممين، ودي بتتراوح من 6.5-7.5 ألف دولار. وآخر قطعة اللي عندنا اللي هو العقد من شتيلة وبيتراوح من 8,000-9,000 دولار. وهالعقد شفناه على هند بصورة من حفل زفاف حفيدها، وهالقطع كلها تدل على ذوقها الرفيع باختيارها مجوهراتها. هي أسطورة مصرية ان هي تقتني حاجة من مصمم ديفيد ويب الأمريكاني من 1960. ما كانش في التواصل ده في السهولة دي في الأيام دي، فحاجة نادرة وحاجة مميزة جداً.